بسم الله، هنكمل باقي كلامنا على الاكشنج سيرفر 2013. هنعمل النهارده هنتكلم على الانستول الاكشنج سيرفر 2013. كنا اتكلمنا في المحاضرات اللي فاتت ايه الريكويرمنت المطلوبه مننا عشان نقدر ننزل الاكشنج سيرفر 2013. قلنا ان اول حاجة عشان نقدر ننزل الاكسشينج سيرفر 2013 محتاجين شوية حاجات. الاكسشينج زي ما قلت لك وليه بيئة مخصصة او ليه بيئة معينة، ما ينفعش ان هو ينزل الا اما تكون البيئة دي مهيئة او مجهزة ليه. هو زي ايه مثلا؟ اول حاجة ان انت البيئة عندك لازم تكون اكتف دايركتوري، يعني انت شغال على اكتف دايركتوري. نكون شغالين لازم يكون عندك اكتف دايركتوري، ما ينفعش ان انت تكون شغال الاكشنج ينزل على ورك جروب. ما فيش حاجه اسمها اكشنج ينزل على ورك جروب. تاني حاجه عندك ان الاكشنج سيرفر او السيرفر اللي هيلعب اكشنج لازم السيرفر ده يكون الاكشنج سيرفر، السيرفر ده لازم يكون ممبر دومين، يعني لازم يكون جوين الدومين. يعني ما ينفعش ان انا ايه، او مش مستحب ان انت تنزل اكشنج سيرفر على الدومين كنترول، لازم ده يكون على سيرفر لوحده وده سيرفر لوحده. تاني حاجه، تالت حاجه عندنا ان انت عندك السكيما ماستر رول لازم تكون رانينج. السكيما ماستر رول تكون ايه؟ رانينج. السكيما بارتيشن لازم تكون رانينج. تمام كده. عندي بعد كده خامس حاجه اليوزر اللي هيروح يعمل انستول للاكسشينج سيرفر لازم يكون ممبر في الانتربرايز ادمن، والسكيما ادمن. سادس حاجة قلنا لك ايه؟ ان السيرفر اللي بيلعب جلوبال كاتالوج لازم يكون ايه؟ يكون رانينج. تمام كده. اخر حاجة اللي هي سابع حاجة، يكون عندنا الدومين فانكشن ليفل domain function level والforest function level تكون at least، تكون at least يا اما 2003 يا اما 2008 يا اما 2012. طبعا ما ينفعش ان هي تنزل، ما ينفعش الاكشنج سيرفر بتاعنا ينزل على ايه، على الدومين الفانكشن ليفل بتاعته 2000، ما ينفعش نهائيا. طيب احنا اتكلمنا دلوقتي على الانستولينج، ان انت دلوقتي لو حبينا اللي احنا عايزين ننزل اكشنج سيرفر 2013، عايزين ننزل انستول اكشنج سيرفر 2013، لازم تتوافق معايا مجموعة الشروط دي، لازم يكون متوافقين معايا مجموعة ايه الشروط بتاعتي دي. طيب لو احنا حبينا، طبعا زي ما قلت لك ان عندي في الاكشنج سيرفر
2013 في عندي ريكوايرمنت معينة. في ريكوايرمنت معينة مطلوبة مني عشان اقدر ايه انزل الاكشنج سيرفر بتاعي. لو انت رحت نزلت الميل بوكس ونزلنا الكاس سيرفر، دول الريكويرمنت المطلوبة مني، مطلوبين في دول عشان اقدر انزلهم 8 جيجا بايت رام. عشان يقدر ينزله انا محتاج 8 جيجا بايت رام في الاتنين دول، محتاج بروسيسور اقل حاجة 2 كور زي ما قلت لك. ال 2013 ده عشان ينزل هو محتاج ريكويرمنت معينة كبيرة شوية، محتاج فري سبيس زي ما قلت لك مش اقل من 100 جيجا بايت. ليه بقى؟ عشان الملفات السيستم بتاعتك تنزل، وعشان ننزل ايه الداتابيز عشان تقدر تستحمل عدد ايميلات كتيره. ف مش كتيره قوي يعني للدرجه يعني، بس انت بيقول لك ايه يعني افضل يكون عندك 100 جيجا بايت عشان نقدر ننزل ايه الاكشنج سيرفر بتاعنا. دي الحاجات اللي هي مطلوبه مننا عشان نقدر نعمل انستولينج الاكشنج سيرفر بتاعنا. طيب عشان تعالوا كده نبدا البلان بتاعتنا ونبدا نعمل انستولينج الاكشنج سيرفر 2013. قلت لك عشان نقدر نعمل انستولينج الاكشنج سيرفر 2013 انا محتاج لازم اكون قبليها عامل بلان ليا. يعني ايه اعمل بلان ليا؟ يعني انا محدد انا هعمل ايه، محدد ان انا هبدا ازاي وهمشي ازاي والريكويرمنت المعينه ايه والسيرفر بتاعي. زي ما قلت لك ان انت مش هنروح كده المول نروح نجمع جهاز كمبيوتر واقول لك هنزل عليه اكشنج سيرفر، اقول لك اوعى تفكر تعمل حاجه زي كده. ليه؟ عشان زي ما قلت لك الحاجات دي ما تكون احيانا ما بتكونش كومباتبل مع بعضيها، يعني مش متوافقه مع بعضيها. فالافضل ان انت لو هتنزل اكسشينج سيرفر تنزله على سيرفر، والسيرفر ده يكون براند. يعني ايه براند؟ يعني يكون ماركه، يكون اتش بي، يكون ديل، يكون اي بي ام مثلا، اللي هو ثينك باد، لا مش ثينك باد اسمه، مش فاكر اسمه، اي سيرفر من السيرفرات دي مثلا، سواء اي بي ام، يو سي اس بتاع سيسكو، اتش بي، ديل، اي براند من البراندات دي. عشان حضرتك تقدر تعمل انستولنج الاكشنج سيرفر لابد من توافق شويه حاجات معينه. مثلا انت عندك كارت النتورك بتاعك تكون مركب مثلا كارتين نتورك عشان نقدر نعمل ما بينهم ايه نت تيمينج، او نعمل لينك اجريجيشن ما بينهم. يعني ده لازم. عشان ليه؟ عشان انا دلوقتي وانا شغال مثلا، انت دلوقتي واحد بيكلمك في التليفون بيقول لك ايه انا بعت لك الميل دلوقتي، فانت رحت عملت ايه، عملت سند وريسيفد عشان تستقبل الميل، ما جاتلكش ايميل لحد دلوقتي. الكلام ده بيبقى ضعف كونكشن. انما انت بقى لو انت عندك كارت نتورك مثلا 1 جيجا، وطبعا اقل سيرفر عندك هتلاقي فيه بالاربعه والخمس كروت، وعندك مثلا كارت تاني، الكارت ده برضو 1 جيجا، احنا نروح نعمل ايه؟ هنروح نضم الكارتين دول ونخرجهم بسرعة كارت واحد. يعني ايه؟ يعني الكارتين دول سرعتهم كام؟ الكارت ده سرعته 1 جيجا والكارت ده سرعته 1 جيجا، هنطلعهم بسرعة 2 جيجا بايت، 2 جيجا بايت بير سكندز. يبقى ده سرعة نقل الداتا بتاعتي هتكون الضعف عندك. حتى لو وانت شغال وكارت جراله حاجة، الكارت التاني شغال، لو كارت اتهز منك وفصل، الناس ما فصلتش عندها السند ولا الريسيفد ولا الاكشنج وقع ما بينهم، ولا قال لك نوت كونكتد ولا الكلام الفاضي ده، لا انت عندك مركب كارتين. والافضل طبعا لو انت عندك اكتر من كده، لو انت عندك اكتر من كارتين ركب كارت تالت. انت هتغرم ايه؟ هي حته باتش كورد بسيطه بس، في الحاله دي هتطلع لك الاكشنج سيرفر بتاعك بسرعه 3 جيجا بايت. الافضل طبعا ان انت تعمله نت تيمينج عن طريق الويندوز. طبعا الحاجات دي نزلت في ويندوز سيرفر 2012 جديد. طيب
نروح نبدأ اللاب بتاعنا مع بعضينا كده. ادي عندي سيرفرين، ادي سيرفر، اول سيرفر هنسميه بي دي سي، وتاني سيرفر عندنا هنسميه اكسشينج سيرفر 2013. هنبدأ واحدة واحدة مع بعضينا. اول حاجة هنيجي هنا على السيرفر اللي هيلعب بي دي سي او برايمري دومين كنترولرز. هنيجي كده نكاري الدومين كنترول، هنيجي هنا هنديله كارت، هنديله اي بي الكارت بتاعنا اوبن نتورك اند شيرنج سنتر. هنيجي هنا ادي الايثرنت، هنديله كده اي بي، نقول كده 172.20.20.200 255.255.255. هنا 172.20.20.200، هنقول له اوكي اوكي. طبعا عندنا المكنة بتاعتنا دي ورك جروب، هنيجي هنا نسميها بي دي سي، نقول له اوكي. نقول له ريستارت. هنيجي كده نفتح المكنة اللي هتلعب دومين كنترول، نفتح السيرفر مانجر. طبعا اوعى تنسى الزوم بتاعتك، هنيجي هنا لو تشوف زوم، نخلي الزوم بتاعتنا ايه كايرو. هنيجي نقول له اد رول اند فيتشرز، اقول له نيكست نيكست. طبعا ادي بي دي سي، وادي الاي بي بتاعي، وادي اوبريتنج سيستم مايكروسوفت ويندوز سيرفر 2012 R2 داتا سنتر. هقول له نيكست. هنيجي هنا نقول له ايه اكتف دايركتوري دومين سيرفيس، اقول له اد فيتشرز، نيكست نيكست نيكست، انستول. عقبال كده ما اول مرحله تنزل في الدومين هنيجي للسيرفر بتاعنا هنا. طبعا المكنه دي هتلعب اكستشينج سيرفر، هنيجي هنا في الرامات هنديله كده 8 جيجا رامات. هنيجي على البروسيسور، طبعا انا عندي هنا عشان المكنه فيها فيزيكال 2 بروسيسور، فاقول له انت هدي لك 2 بروسيسور وهدي لك 2 كور، تمام كده. وهنيجي نقول له ايه اوكي. يبقى انا عندي في المكنه اللي هتلعب اكستشينج سيرفر 2013 هنزل الميموري بتاعتك هخليها 8 جيجا، البروسيسور هخليها 2 كور و2 بروسيسور.
هنيجي كده نقول المكنة بتاعتنا اللي هتلعب اكسشينج سيرفر هنقول لها باور اون، طبعا خلصت اول مرحلة كده اقول له ايه بروموت السيرفر تو ادومين كنترولر. طبعا هنا نقول له اد ا نيو فورست، هنيجي نقول الفورست بتاعتنا مثلا نسميها abc.com، اقول له نيكست. طبعا الفورست فانكشن ليفل والدومين فانكشن ليفل انا اخليهم هنا 2008 وهنا اخليها 2008. ندخله باسورد للريستور مود، اقول له نيكست نيكست. طبعا البايوس نيم اي بي سي، اقول له نيكست نيكست. هنيجي هنا نقول بقى انستول، هنا طبعا بينزل ال DNS. Checking Active Directory. هنجي هنا المكنة بتاعتنا دي أقول له Next Accept، ندخله باسورد. كده خلص الدومين. عقبال بقى ما يراستر كده هنيجي هنا على المكنة اللي هتلعب اكسشينج سيرفر، هنيجي هنا هنضيف لها كارت تاني كده،
هنقول له هات على نادي نتورك ادابتر هوست اونلي، هنضيف كارت تالت عشان تطلع بسرعة 3 جيجا. هوست اونلي اوكي. هنيجي هنا على لوكال سيرفر، هنيجي هنا هتلاقي عندك حاجة اسمها نت تيمينج، ادي نت تيمينج هنا معمولها ديسيبل، هنيجي نقف عليها كده هيفتح لنا الصفحة دي قدامك او الشاشة دي قدامك. طبعا انت عندك 3 جيجا اهو، 3 كروت كل كارت بجيجا. هنيجي هنا عند تاسكس دي هنقول له اد انيو تيم، هتسمي التيم بتاعك ده ايه؟ هقول له اسميه اكسشينج سيرفر مثلا 2013. هنيجي طبعا بيقول لك انت عايز كام كارت، هعلم له طبعا 3 كروت، اقول له اوكي. كده اصبح دلوقتي ان انا عندي 3 كروت هنا، ال3 كروت دول عمل لك ايه؟ دمجهم واصبحوا كانهم كارت واحد، الكارت ده سرعته 3 جيجا. كاريت حاجة عندي اسمها اكستشينج سيرفر 2013 اهو. ال3 كروت دلوقتي هنا دول، لو انت جيت هنا وقفت على اي كارت فيهم وقلت له بروبرتيز، وجينا هنا على اي بي فيرجن 4 هتلاقي التشيك بوكس بتاعته متشاله، يعني اصبح ان هو دلوقتي ما بيقبلش اي بي. اللي هيقبل اي بي اللي هو ايه؟ السيرفر بتاعنا ده، الكارت بتاعنا اللي ظهر ده قدامك. هنيجي هنا هنقول له ايه؟ هنقول له انت تاخد 172 20 20 205 255 255 255، هنا دول 172 20 20 200، تمام كده. هنيجي هنا طبعا ده خلاص ادى وظيفته. هنيجي هنا عند كمبيوتر نيم، هنيجي نقف عليها تشينج، هنغير طبعا اسم المكنه دي هنسميها ميل، وهنعملها جوين للدومين abc.com. اصبح دلوقتي ان انا اعمل ايه؟ هعمل جوين للمكنه دي على الدومين، تبقى ممبر جوه الدومين ادمنستريتور. ادي الباسورد اوكي. طبعا هنا برضو عايزين نخش كده نغير الزون، بدل ما هي بيروت خليها كايرو. نعمل ستارت، عقبال كده ما يقوم يعمل ستارت نيجي هنا على المكنة اللي بتلعب دومين كنترول. نيجي كده على كارت النتورك نقول له اوبن نتورك اند شيرنج سنتر، هنيجي هنا هندوس له رايت كليك ونقول له بروبرتيز. هنا هتلاقيه واخد اللوب باك، هنغيره كده نقول له 172 20 20 200، اقول له اوكي اوكي، نقول له بس ديسيبل انيبل. هنيجي بقى تاني ونروح نقفل الفايرول. كده بقى مش هنيجي عند الدومين ده دلوقتي تاني،
هنيجي هنا عند المكنة بتاعتنا دي، هنيجي كده نقول له ايه other. بس واحنا هنا على الدومين نيجي نشتغل بقى بطريقة احترافية شوية. هنيجي هنا على tools، هنيجي ندخل على active directory users and computers. هنيجي كده ندخل على active directory users and computers، هنروح نكريت يوزر. اليوزر ده هو اللي هيكون مسؤول عن installing الاكشنج سيرفر. ازاي؟ اقول لك انا. هنيجي كده هنروح نكريت او يو، هنسميها هنا اي بي سي. من جوه اي بي سي كده هنروح نكريت او يو، هنسميها كده سيرفر ادمن. يعني ده اللي هيكون فيها الادمن اللي هم هيكونوا مسؤولين على السيرفرات. هنيجي هنا هنكريت برضو او يو، هنسميها يوزرز. وهنا بقى هنكريت او يو تاني، هنسميها سيرفرز، اللي هنحط بقى السيرفرات فيها بتاعتنا. هنيجي هنا على اليوزر ده، هنروح كندس له رايت كليك ونقول له نيو يوزر، هنسميه كده اكشنج ادمن. مش كده؟ وده اللي هيكون مسؤول عن مانجمنت. هنيجي كده هنديله باسورد، ادي اليوزر اللي احنا كريتناه. هنيجي بقى هنا ندوس له رايت كليك ونقول له بروبرتيز، هندخل هنا على ممبرز، طبعا الاكونت بتاعنا هنا. هنيجي هنا ندوس له رايت كليك كده ونقول له اد جروب، هندخله تبع جروب الانتربرايز، انتربرايز ادمن، وهندخله تبع جروب، وهندخله جوه السكيما. السكيما ادمن، وهنحطه كده تبع جروب برضو الادمنستريتور. ندخله طبعا برضو جروب اللي هو جروب بوليسي. ندخله اخر جروب اللي هو ايه الدومين ادمن. هنيجي هنا عند اليوزر ده، عند المكنه تلعب الاكسشينج سيرفر. هنيجي هنا هنقول له ايه اي اكس ادمن، وادي الباسورد. طبعا هنا لو جيت هنا على الكمبيوتر هتلاقي السيرفر بتاعك بتاع ميل، هنروح نحطه هنا عشان يبقى ايه تبع الاكشنج سيرفر بتاعنا. ادي ميل، ادي هو السيرفر، وادي اليوزر اللي بيعمل ايه اللي هيعمل مانجمنت عليه. هنيجي كده نروح نقفل فاير وول، نكمل كده مع بعضينا. طبعا فتح السيرفر معايا هنا ورحنا عملنا نت تيمينج. طيب احنا كنا اتفقنا مع بعضينا ان انت الاكشنج سيرفر بتاعنا مش ما ينفعش ان هو ينزل على السي، صح كده؟ قلت لك ليه؟
ما ينفعش طبعا او نوت ريكومندد عندك ان الاكسشينج سيرفر والداتا بيس بتاعتك اللي المفروض انت بتاخد منها باك اب، ولو حصلت لو الاكسشينج بتاعك لا قدر الله حصل له اي شيء ووقع او ضرب منك، انت بتاخد الداتا بيس دي وبتلحقها، او مثلا الويندوز وقع منك بتاع الاكسشينج سيرفر، فانت بتلحق نفسك وتعمل ايه؟ ممكن تروح تنزل فيما بعد، هناخد الاوبشنز ده، ان انت ممكن لو نزلت نسخه بنفس الاسم هيقدر يشوف الداتا بيس وتلاقي الاكسشينج سيرفر اشتغل معاك على طول. دي حاجه طبعا اكسبيرينس، دي مش هتلاقوها موجوده في كتب يعني. هي ان زي ما قلت لك لو الاكسشينج سيرفر بتاعك وقع منك او الويندوز وقع بتاع الاكسشينج سيرفر ورحت نزلت نسخه بنفس الاسم، هو الدومين كنترول هيفهم ان الاكسشينج ان السيرفر ده هو الدومين القديم، فهيروح يشغل لك الداتا بيس بتاعتك على طول. عشان كده نوت ريكومندد عندنا ان احنا ننزل ايه، نروح ننزل الاكسشينج سيرفر على السي. امال احنا هنعمل ايه؟ احنا هننزل الاكسشينج سيرفر بتاعنا على هارد تاني، والهارد ده يفضل ان هو يكون معمول ريد، يفضل ان الهارد بتاعنا اللي هينزل عليه يكون معمول له ايه، معمول له ريد. ايه هو قصة الريد بقى؟ قلت لك ان الريد عندي ده في منه سوفت وير وفي منه هارد وير، يعني هو الريد او تكنولوجيا الريد في عندي منه حاجتين، في عندي سوفت وير وده اللي بيجي مع الويندوز نفسه، وفي عندك حاجه هارد وير. طبعا الهارد وير اقوى بكتير يعني السيرفر بتاعك، عشان لما بتيجي تشتري سيرفر براند، السيرفر براند ده بيكون هارد وير، بيكون كارت الريد كده، كارت كده زي كارت الشاشه راكب فيه، وبيبقى راكب فيه الهاردات بتاعتك. طيب السوفت وير ده اللي هو بيكون نازل معاه الويندوز بتاعك، طبعا مايكروسوفت supported مايكروسوفت سبورتد الريد ده، من اول 2008 كانت هي سبورت، من اول 2008 هي سبورتد انواع الريد. طيب مايكروسوفت هي سبورت ايه في الريد بقى؟ عندك حاجة اسمها ريد زيرو، وعندك حاجة اسمها ريد ون، وعندك حاجة اسمها ايه، ريد فايف. الريد زيرو ده اللي هو عبارة عن ايه؟ الريد زيرو ده هو عبارة عن الاسترايب، ايه هو الاسترايب ده؟ ان انت بتكون عندك من هاردين او اكتر، طبعا من هاردين عبارة عن ايه بقى؟ هو لو انا عندي هارد 1 تيرا مثلا، عندي الهاردين بتوعي، الهارد واحد هارد 1 تيرا بايت، وعندي الهارد التاني بتاعي 1 تيرا بايت، هو بيجمع لك الهاردين دول وبيدي لك مساحة 2 تيرا بايت، هو بيدمج لك الهاردين. بس خلي بالك خطورته ايه؟ خطورته لو انت عندك هارد اتحرق، الهارد التاني ايه؟ طار. ليه؟ الداتا عليه. لو احنا جينا كده شفنا شكل الريد، لو شفنا كده ادي الريد زيرو، ادي الريد زيرو اهو، عبارة عن ايه؟ ادي ايه واحد، ايه اتنين، ايه تلاتة، ايه اربعة، ايه خمسة، ايه ستة، ايه سبعة، ايه تمانية. الداتا بتتقسم عندك لجزئين، الداتا عندك بتتقسم لجزئين، جزء في الهارد ده وجزء في الهارد ده. فاصبح عندك لو الداتا طارت من هنا خلاص، يبقى انت عندك الداتا كلها راحت. طيب امال الريد وان بقى؟ الريد وان ده احنا بنقول عليه الميرورد. يعني ايه ميرور؟ يعني مراية. ده طبعا بستخدم برضو اتنين هارد ديسك. هنا بقى بيبقى عندك هاردين برضو، بيتكون من هاردين.
هارد تيرا وهارد تيرا، هو بيدمج لك الهاردين دول وبيخليهم لك كانهم هارد واحد. يعني ايه؟ يعني هو هارد باك اب لهارد. يعني الداتا مكتوبه دي هنا، ادي اي 1 اي 1 2 اي 2 اي 3 اي 3 اي 4 اي 4. الداتا مقسومه هنا، الداتا كلها موجوده على الهارد ومعمول لها نسخه منها، متكبر منها نسخه تاني على الهارد التاني بتاعك. طيب امال ايه بقى الريد 5؟ الريد 5 ده اللي احنا بنقول عليه الباريتي. قلنا الباريتي ده اللي هو مقصود بيه ان هو بيعمل لك ايه؟ ان انت عندك بيتكون من 3 هاردات، 3 هارد ديسك. بيعمل لك ايه بقى؟ لو جينا جبنا الصورة ليها، بص ادي ريد 5 بيعمل لك ايه بقى؟ بيعمل لك ادي اي 1 2 اي 3 اي بي اللي هو باك اب منه، بي 1 بي 2 ادي باك اب، ادي بي 3، سي 1 سي باك اب، سي 2 سي 3، دي باك اب، دي 1 دي 2 دي 3. يعني هو بيعمل لك ايه؟ بيعمل لك بيشيل الداتا بتاعت الاربعه بتاعت الثلاث هاردات في هارد، بتاع اي هارد من الهاردين تاني في هارد تاني. طبعا ليه؟ عشان لو هارد اتحرق منك بيبقى الداتا موجوده على باقي الهاردات، يبقى الداتا اللي موجوده الباقيه على باقي الهاردات. طيب في مشكله بقى، هي لو هاردين اتحرقوا، ما هو لو هاردين اتحرقوا الداتا كده راحت يعني. بس هنا ريد 5 هو احسن من ريد 1 في ايه؟ ريد 1 بيكون بطيء شويه عشان هو بيكتب على الهاردين في نفس اللحظه، انما ريد 5 اللي هو بيكتب على الثلاث هاردات بس هو ما بيكتبش عليهم في نفس اللحظه، يعني هو بيشتغل بالجوريزم معين وبيقدر هو اللي بيشتغل بيه. طيب امال ايه بقى الهاردوير؟ الهاردوير اللي هو لو احنا جينا كده نوريكم شكله، ريد كارد، بيبقى كارت راكب كده في السيرفر بتاعي. ده كارت الريد ده اهي، بيبقى عليها سوفت وير، الكارت لوحديه ده عليه سوفت وير غير السوفت وير اللي موجود على السيرفر. طبعا الكارت ده زي كارت البي سي اي، ممكن تركبه لو انت عندك كيس عادية، بس هو الافضل اللي هو بيبقى جاي في السيرفر على طول دايركت كده راكب، وبيبقى يكون راكب فيه كده بطارية خاصة بيه. دي كلها انواع من كروت الريد. ادي مثلا دي البطارية بتاعته وهي اللي بتشغل كارت الريد ده، وادي عندك اربع هاردات ادي دمجهم. طبعا ده الكارت ده بيركب في 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 كيسة او ورك ستيشن او اي حاجة من الحاجات دي. طيب امال احنا بقى في حالتنا هنا، هنا بقى هنشتغل احنا، يفضل زي ما قلت لك نكون شغالين بريد 5. طيب هنيجي كده على السيرفر بتاعنا، هنيجي كده نقول له سيتنج، هنيجي هنا نضيف 3 هاردات، ادي هارد، هنقول له سبليت ستور فيرتشوال ديسك ده سنجل فايل، خلي 60 جيجا مثلا، هنقول له اد، هنقول له ستور فيرتشوال ديسك از سنجل فايل وخلي 60 جيجا، نفس الكلام هقول له اوكي. تمام كده. لو حضرتك دخلت كده على كمبيوتر مانجمنت، لو جينا هنا على ديسك مانجمنت، هنيجي هنا نقول له ايه؟ اونلاين اونلاين اونلاين، هنقول له انشاليز 3 زي ما قدامك شايفهم كده. طبعا احنا اتفقنا المرة اللي فاتت ان انت عندك كانت بداية الريد ده في 2008، وكانت طبعا مايكروسوفت حدثتها اكتر في 2012، فجالك في 2012 وجالك في 8.1، عملها لك ايه؟ عملها لك حاجة اسمها ستورج سبيس،
و2012 راح على السداد في 2008. في 2012 سماها لك ايه؟ سماها لك ستورج بول، سميت ستورج بول. عندي بقى في الستورج بول دي عندي حاجة اسمها سيمبل، عندي حاجة اسمها تو واي، اظن احنا خدناها قبل كده، وخدنا الثري واي، خدناها في الام سي اس اي، وخدنا الباراتي. قلنا في السيمبل انا هنا بعمل ايه؟ انا بدمج ده، بيشتغل بهاردين، تو هارد ديسك، انا بدمج الهاردين وبخليهم كانهم هارد واحد بمساحه واحده. هنا برضو بيتكون من اتنين هارد ديسك، ده المقصود عندي بالميرورد. الثري واي، الثري واي ده اللي هو مقصود بيه ده خمس هاردات، خمسة هارد ديسك. طبعا انت بتقدر تعمل ريكفري باتنين. عندك الباراتي ده اللي هو بيتكون من تلات هاردات او الريد فايف. طيب احنا عندنا هنا هنروح نعمل ايه؟ شايف كلمة فايل اند ستورج سيرفيس؟ عندي حاجة اسمها فايل اند ستورج سيرفيس، هاجي اقف عليها كده، هتلاقي عندك حاجة اسمها ستورج بول، هتلاقي التلات هاردات عندك ظاهرين هنا اهو. هنيجي هنا عند التاسكس دي، هاجي اقول له ايه؟ نيو ستورج بول، نيو ستورج بول، بيفتح لك الويزرد اللي قدامك ده اللي هو بيفور يور بيجان، نيو ستورج بول ويزرد، هقول له نيكست. بيقول لك سبيسيفاي ستورج بول نيم اند سب سيستم، بيقول لك تسميه ايه؟ هقول له هسميه هنا اكسشينج، البول بتاعتك هنسميها ايه؟ اكسشينج سيرفر 2013. نيكست. بيقول لك انت هتاخد كام هارد فيهم؟ هعلم على الثلاث هاردات. بيقول لك ايه هنا؟ بص لو جيت وقفت على الهارد، بيقول لك ادي هتاخد اوتوماتيك ولا هوت سبير ولا مانوال. هوت سبير عشان ايه؟ لو هارد اتحرق فيهم ده هيبقى هيقوم مكانه، بس انا كده بحدد هارد بعينه، لو ده الهارد ده اتحرق طب انا مش هنجم يعني، مش فانا مش هختار هنا هارد معين واقول له هوت سبير، فانا هخليه كله اوتوماتيك. عشان ايه؟ عشان لو في هارد فيهم اتحرق او هارد اي هارد فيهم اتحرق هو يخش ده مكانه على طول دايركت. هقول له نيكست، اقول له كرييت. كارت عندك حاجه اسمها كرييت فيرتشوال ديسك وين ويزرد كلوز، انت لو علمت عليها يبدا لك الويزرد الثاني، طبعا مش عايزينه. ادي البوله بتاعتك اهي، ثلاث هاردات اللي هم 77 جيجا. هنيجي هنا نقول له كرييت ا فيرتشوال ديسك، اقول له نيكست. طبعا ادي البوله بتاعتك اللي اسمها تشينج سيرفر 2013. نيكست هتسميها ايه؟ اقول له هسميها اكسشينج مثلا اكس دات داش داتا بيز. نيكست طبعا بيقول لك انت هتعمله سيمبل ولا باراتي ولا ميرورد ولا باراتي، اقول له انا عايز باراتي. بيقول لك هنا عندك حاجه اسمها سن وعندك حاجه اسمها سك، ايه الفرق ما بين الاثنين دول السن والسك؟ الفرق ما بينهم لو انا اخترت فيكسد، الفيكسد دي بيعمل لك ايه؟ هنا هختار مساحه معينه. طب السن، المسن دي المساحة بتاعتي لما تاخدها كلها كل ما بتحط فيها داتا هتزيد، يعني هو هياخد المساحة كلها بس ايه؟ بس كل ما تحط لها مساحة هتبدأ تزيد 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 لحد اما تكبر. فأنا بحب اختار هنا سن، هقول له نيكست. بيقول لك انت عايز سايز معين، هتقطع مساحة معينة ولا هتقطع المساحة كلها الفيكسد؟ بيقول لك الفيكسد بتاعتي هتكون 116 جيجا، هقول له انا عايز ال 116 جيجا كلهم. نيكست كرييت كلوز. هنا طبعا فتح لك ان احنا هنعمل كرييت نيو فوليوم. نيكست نيكست هناخد
116 جيجا كلها. طبعا هيختار لك درايف الاي نيكست. هنقول له ايه الفوليوم بتاعنا ده هيكون اكتشينج داتابيس. هنسميه اكتشينج داتابيس او نيكست كرييت. تلاقي هنا كريت لك البارتيشن بتاعك، ادي الاكشنج داتابيس بتاعك، وادي 115 جيجا اللي هي المساحه بتاعتنا اللي هنزل عليها ايه الاكشنج بتاعك. يبقى احنا كده خلصنا ايه، عملنا نت تيمينج وعملنا الريد بتاعنا عشان نقدر ننزل الاكشنج سيرفر بتاعنا. طيب خلي بالك من حاجه بقى، هي اما تيجي حسابك تروح تعمل الاكشنج سيرفر 2013، طبعا احنا هنا عشان ايه نختار اللون كده، الاكشنج سيرفر 2013 لما تيجي تروح تعمل له انستول الاكشنج 2013 مختلف على 2007 ومختلف عن 2010، مختلف في شويه حاجات كده يعني. يعني 2013 هتلاقيه محترم شويه عن 2007 و2010. ليه؟ هو في فروق بينهم، ولكن الفروق دي مش كبيره قوي لدرجه يعني. يعني الفرق ما بين 10 2013 هم غيروا شكله، غير الشكل بتاعه، بدل ما كان في كونسول خلاه ويب، وغير شويه حاجات مثلا في الاي افيلابيلتي وشويه حاجات في الرول. يعني بدل ما هم 5 رول اصبحوا 2 رول بس، حاجات كده يعني. عشان تقدر تعمل انستول للتشينج 2013 هو مختلف عن 2010، فلازم شوية قواعد أو حاجات تقدر تسطبها على تقدر تسطبها عشان تقدر تنزل الاكشنج سيرفر 2013. يعني بنزل رول، بنزل مجموعة رول من داخل ايه السيرفر مانجر، لازم حضرتك تدخل عليها وتقعد تسطب فيها من داخل. لو انت هتنزل 2007 و2010 زي ايه، زي كنت بتيجي حضرتك بتيجي هنا تيجي تفتح السيرفر مانجر وتفضل تنزل مجموعه رول، مثلا بتنزل اي اي اس وتنزل دوت نت فريم ورك وهتنزل مجموعه حاجات. طيب 2013 بقى عشان يقدر ينزل هو محتاج شويه حاجات كده عشان نقدر ننزله، محتاج شويه حاجات كده عشان شويه حاجات تتسطب الاول عشان يقدر ينزل من غير اي مشاكل. ايه هي؟ بيعوز دوت نت فريم ورك، يعوز دوت نت فروم ورك 4.5، وبيعوز 3.5. تاني حاجة حضرتك لازم تروح كده تعمل له انستول لل RSAT، اختصار كلمتي دي بقى اللي هي ريموت سيرفر ادمنستريشن تولز، ريموت سيرفر ادمنستريشن ايه تولز. تالت حاجه تروح حضرتك تروح تعمل انستول للاي اي اس رول فيرجن 7 وفيرجن 6. رابع حاجة هنروح ننزل الفلتر باك اللي هو 64 بت، وهنروح ننزل حاجة اسمها فلتر باك سيرفيس باك 1. سادس حاجة هنروح نعمل بريبير للدومين والسكيما
وال فور والاورجانيزيشن. اخر حاجة هنروح ننزل حاجة تاني، هنروح نعمل انستول لحاجة اسمها مايكروسوفت يونيفايد، يونيفايد كوميونيكيشن. اخر حاجة هنروح نعمل ايه؟ هنروح نعمل انستول للاكسشينج سيرفر. دول الحاجات دي اللي انت حضرتك لازم تسطبها الاول عشان الاكسشينج سيرفر يقدر ينزل معاك. بدون الحاجات دي الاكسشينج بتاعك استحالة هينزل. لازم الحاجات دي تسطبها الاول عشان الاكسشينج سيرفر بتاعك يقدر يقدر ينزل. اول حاجة هنروح ننزل دوت نت فريم ورك. تاني حاجة هنعمل انستول للار اس اي تي اللي هي ريموت سيرفر ادمنستريتور ادمنستريشن تولز. انستول الاي او اس، هنعمل فلتر باك، هننزل فلتر باك 64 سيرفيس باك 1، هنعمل بريبير للدومين للسكيما للاورجنايزيشن، هنعمل انستول مايكروسوفت يونيفايد كوميونيكيشنز، هنعمل بعد كده ايه انستول اكسشينج سيرفر 2013. طيب هنعمل الحاجات دي ازاي؟ نخش اول حاجه نروح ننزل ايه، نروح ننزل الدوت نت فريم ورك التلاتة ونص الاول. هنيجي هنا على السيرفر بتاعنا، بس شرطا تكون الاسطوانه بتاعه الويندوز سيرفر موجوده جوه ايه، جوه السي دي. هنيجي هنا نقول له اد رول اند فيتشرز، نيكست نيكست نيكست. طبعا هي فيتشرز، هنيجي نعلم عليها كده. طبعا احنا منزلينها اهي ادي دوت نت فريم ورك 3.5، يبقى دي اول حاجه نزلناها. هنيجي بقى نعمل ايه، هنعمل انستولينج للار اس اي تي ريموت سيرفر ادمنستريتور تول. هنيجي هنا بس نظهر البارتيشن عندنا. تلاقي عندنا كده في ملف تكست هنرفعه ان شاء الله مع الفيديو. ملف التكست ده اللي هو انا هكتب لك فيه هاو تو انستول اكسشينج سيرفر، هعمل لك ستيب باي ستيب ازاي نقدر ننزل اكسشينج سيرفر 2013. اول حاجه عندك هتيجي ناخد الكوماند ده كمان ونيجي نروح على الدومين كنترول. هنيجي كده نفتح السي ام دي الكوماند لاين، بس نفتحها از ادمنستريتور. هلو ران از ادمنستريتور البست. ناخد الفايل ده كله نكتبه هنا كده من سورس change server. how to uninstall نحط copy paste نحط copy
فضل الكوماند اللي هو دياج دي سي دياج تيست دي ان اس. هنيجي هنا نرنه هنا عشان نقدر نعمل ايه. بيقول لك اكتف دايركتوري هيلثي تشيك كوماند، يعني هو يعمل عملية التشيك على الفيزم رول ديستريبيوشنز. طب بيقول لك لازم الاول تعمل تكتب نت دوم كويري فيزم وتطمن على الفيزم رول بتاعتك كاملة. هنا ران سي دي دياج دي ان اس تيست، انت تعمل تيستنج على الدي ان اس بتاعك. فهو الامر ده بيقعد شوية فهنوقف الفيديو كده. هنيجي كده عقبال لما هو يعمل تيستنج هناك هنروح نعمل ايه؟ هنزل الريموت سيرفر ادمنستريشن تولز. هنيجي ناخد الكوماند بتاعنا ده، نكبر خط شوية. هناخد الكوماند ده بتاعنا كده كوبي، هنيجي نفتح الباور شيل، هنقول بيست. طبعا الاكتيف دايركتوري اللي هو ريموت مانجمنت ده لو جيت هنا فتحت دودز مش هتلاقي عندك ايه الاربعه بارتيشن بتوعك. خلي بالك انت هنا هينزل لك برده الاربعه بارتيشن اللي هو الدومين بارتيشن والسكيما بارتيشن والكونفيجريشن بارتيشن والابلكيشن بارتيشن، المفروض يظهروا لك هنا عشان، والمفروض برده الجلوبال كاتالوج تقدر تتعامل بيها. ليه؟ ما هو انت دلوقتي المفروض في الاكشنج سيرفر تقدر تشوف الحاجات دي. شوف كده نفتحه باور قال له run as administrator. طبعا خلاص التستنج هنا. الدي ان اس وادي الدي سي دي اي برضو. كده خلصنا على الدومين. خلص كده نزل الفيتشرز بتاعتنا اللي هي ريموت سيرفيس. شوف نزلوا عندك اهو. يعني انت من هنا زي ما احنا اتفقنا ان انت من هنا ممكن تقدر تكريت يوزر براحتك خالص، يعني عشان في انتجريشن ما بين الاتنين. هنيجي بقى نعمل ايه؟ هنيجي بالمره ناخد الكوماند بتاعنا الكبير ده. احنا بدل ما ننزل الاي اي اس وننزل البروكسيز وننزل الدوت نت فريم ورك 4.5 واحده واحده، احنا بالكوماند بالباور شيل ده يقدر ننزلهم كلهم ايه مره واحده. يعني نضغط هولو كده. طبعا هنا بيعمل حوالي ريستارت مو تلات مرات بعد ما يخلص. الاسطوانة بتاعت ال بتاع الاكشنج سيرفر.
طبعا هنا خلي بالك انت اترحمت ان تنزل الحاجات دي واحدة واحدة، ممكن يطلع فيها ايرور، انما الباور شيل طبعا ده بينجز لك الحاجة ويضمن لك ان هي تنزل انا ستورنج 100% يعني. طب انا نوقف الفيديو عشان الفيديو ما يكونش طويل. كده خلص، كده خلص عملية الانستول. هنا بقى هنروح نعمل له ريستارت، فهنا الجزئية دي بياخد في ريستارت شوية كده عشان يبدأ يسطب الرول اللي هو عملها دلوقتي، الفيتشرز اللي نزلها والرول هيبدأ ياخد شوية. فهنوقف بقى الفيديو عشان هنا بياخد شوية كتيرة، فهنقفل الفيديو على كده عشان ما يكبرش، كفاية ان هو ساعة وشوية كده عشان ما يكونش طويل والناس تزهق مننا، وهنعمل فيديو جديد.